هذا الكائن يعيش معك ويأكل معك ويسبب لك المشاكل ويسبب لك الفشل وأنت لا تدري. جذور أي مشكلة في حياتك سببها هذا الكائن الشرير الذي نغفل عن وجوده في بيوتنا. اليوم سنتأمل تأثير الشيطان في حياتنا، ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء كانوا حذرين من هذا الشيطان الذي غفلنا عنه اليوم فتحولت حياتنا إلى كتلة من المشاكل والهموم. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، إنه الشيطان كائن يعيش معنا. تخيل عدو لك شرير يريد أن يغويك، يريد أن يضلك، يريد أن يحدث مشاكل بينك وبين أخيك، بينك وبين عائلتك، بينك وبين أبنائك أو زوجتك أو أهلك، يريد أن يدلك على الشر. هذا الكائن موجود معك، يعيش معك، ينام معك، ولكن للأسف نحن اليوم نفكر في كل شيء إلا في هذا العدو الذي أمرنا أن نتخذه عدوا. أيها الأحبة، لن نذهب بعيدا. إخوة يوسف عليه السلام تآمروا عليه وكادوا له المكائد، أرادوا أولا أن يقتلوه لأن الأب قرب هذا الطفل له من دون أن يظلمهم، هم كبار وهذا الطفل، ومن حق الأب أن يدلل طفلا صغيرا بريئا ضعيفا لأنه يحتاج للرعاية في هذا السن، بينما الكبير كانوا عصبة، كانوا أقوياء كبار، وبالتالي أرادوا أن يكيدوا ليوسف فأرادوا أن يتخلصوا منه. انظر إلى كمية الشر في قلوب إخوة يوسف، ولكن يعني ألهم الله أحدهم أن يكتفوا برميه في الجب في بئر لكي يبتعد عنهم. يعني بدلا من الموت اكتفوا بنفيه فيلتقطه أحدهم يبيعه وهكذا يتخلص منه. انظر أخي الحبيب إلى كمية الشر لدى هؤلاء. سأخذكم إلى موقف من بداية قصة يوسف ومن آخر قصة يوسف، كيف كان الأب والابن يفكران وكلاهما نبي. سيدنا يعقوب نبي وهو أبو سيدنا يوسف عليهما السلام، وسيدنا يوسف نبي أيضا. عندما قص يوسف الرؤيا على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، ماذا قال الأب؟ فورا قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. انتهت هنا؟ لا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مشكلتي أخي اليوم أنا وأنت أننا أغفلنا تأثير الشيطان. إذا حدثت مشكلة بيني وبين شخص، دائما نظرتي إلى هذا الشخص فقط أنه يريد أن يضرني، أن يؤذيني. أغفل من وراء هذا الشخص وهو الشيطان، أغفل، أتغافل، أنسى، أتجاهل السبب الحقيقي وهو الشيطان. هو الذي يحرض هذا على إيذائي، هو الذي يحرض هذه الزوجة على إيذاء زوجها، هو الذي يحرض هذا الابن على عقوق أبيه، على إيذاء أبويه. فسيدنا يعقوب انتبه إلى هذه القضية الخطيرة فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هل نحن رأينا الشيطان عدوا مبينا واضحا أمامنا نراه في كل الشر من حولنا؟ الحقيقة أخي الحبيب، إذا أردت أن تحقق النجاح في حياتك
كما حققه سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأنبياء جميعا حققوا النجاح في الدنيا والآخرة. يجب أن تتذكر أن الشيطان موجود، وهناك آيات كثيرة جدا في القرآن، 88 آية تحذرنا من الشيطان، ورد فيها ذكر الشياطين والشيطان. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كم واحد منا الآن يحفظ هذه الآية من سورة المؤمنون؟ وهذا أمر من الله. والله لو أن مديرك في العمل أعطاك 3 كلمات وقال لك احفظها، قل كذا، لا تنساها، لأن لديك مصالح مادية معه. ولكن الملك سبحانه وتعالى عندما يقول لي ولك، هذه الآية ليست فقط للنبي أخي الحبيب، هذه الآية خوطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي خطاب لكل مؤمن ومؤمنة من بعده. قل وقل وقل، أمر، فعل أمر، وقل ربي، يعني يا رب أعوذ بك، ألتجئ إليك يا رب، أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمزات لا تراها، لا تسمعها، لا تشعر بها، وسوسة خفية. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أن يحضروا في بيتي، في غرفة نومي، في مكان، أي مكان، أعوذ بك ربي أن يحضرون. احفظ هذه الآية رجاء أخي الحبيب، كل يوم يجب أن تقرأها، كل يوم، لأن الشيطان موجود حولك، هو سبب المشاكل، السبب الحقيقي للمشاكل والظلم والدمار الاقتصادي الذي تتعرض له بعض الدول الإسلامية بخاصة. هو وراء نشر الإلحاد، هو وراء نشر الفاحشة الإباحية، هو وراء الأذى الذي تتعرض له أنت الآن، هو وراء الإعلام الفاسد الذي نراه اليوم، هو وراء التضليل والكفر والطغيان والتشويه. إذن ينبغي أن تبقى في حالة حذر، كل لحظة تتذكر أن هناك شيطان يريد أن يحرض أحدنا. هذا حال الأنبياء، يعني قد يعجب البعض من طريقة التفكير هذه، ولكن هذه حالة نبينا يعقوب. هل أنت أعلى من مستوى يعقوب عليه السلام في التفكير؟ هل نظرتك للحياة أهم من نظرة سيدنا يعقوب، وهو ابن نبي وجده نبي عليهم السلام جميعا، وابنه نبي أيضا؟ لو ذهبنا إلى آخر القصة، سيدنا يوسف بعدما أصبح على عرش مصر وآتاه الله من الملك، دعوني أذهب معكم إلى آخر قصة يوسف، بعد أن قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا، نحن أردنا أن نقتلك ونرميك في الجب ونتخلص منك لتباع عبدا ذليلا، فرفعك الله وآثرك علينا، فضلك علينا. تالله، قسم، يقسمون بالله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم بعد أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أريدك أخي الحبيب أن تدقق معي كيف كان الأنبياء ينظرون للأمور، نريد أن نقتدي بهم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، طبعا أنقذه من الجب، وأنقذه من امرأة العزيز، وأنقذه من الفاحشة والعياذ بالله والشرك والكفر، وأخرجه من السجن. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما علاقة الشيطان هنا؟ انظر، عينه على الشيطان وهو على عرش الملك، يعني رجل وصل إلى الملك،
ماذا يريد بعد ذلك؟ هو ملك دولة عظمى مصر في ذلك الوقت. طيب ماذا يريد؟ التي كانت تتحكم بالعالم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، عليم بحالي، حكيم عندما اختار لي السجن ليكون هذا السجن سببا في وصول يوسف إلى العرش، حكيم. هذه هي الحكمة، أن تختار الأشياء الصحيحة التي توصلك إلى ما تريد. طيب هنا الشيطان لم يقل لهم أنتم أردتم لي الشر، أنتم فعلتم كذا، أنا سأعاقبكم. وهو يملك، لأن هو ملك، يستطيع أن يضعهم في السجن، أن يشردهم، أن ينتقم منهم. لا لا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إذن أنتم بريئون. الشيطان هو السبب، أنت جريمتك أنك استجبت لهذا الشيطان، لأنه لولا وجود الشيطان لا يوجد شر أيها الأحبة. يعني لو تركنا الإنسان لفطرته، الإنسان يسلك سلوك سليم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله خلق الإنسان وصممه وأحكمه على الفطرة السليمة، على الإسلام، على الصدق، على العدل، على حب الخير. وهذه الفطرة موجودة في كل واحد منا، حتى المجرم لديه بذرة خير. الشيطان هو الذي يأتي لينزغ ويدمر ويوسوس. إذن أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء، كل الأنبياء كانوا حذرين من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر الشيطان عشرات المرات كل يوم. لذلك أخي الحبيب، إياك أن تغادر هذا المقطع إلا وأنت حافظ لهذه الآية المهمة جدا التي كان يكررها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهي أمر من الله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا شر الشيطان وشركه، وأن يعني أيضا نحفظ هذا الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.